السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نعمل تخطي لحساب اي كلاود لجهاز ايفون 6 باستخدام اداة EFT برو. رح نعمله بالطريقة الصحيحة والسهلة. الطريقة هاي، اذا كان جهازك GSM رح اشرح لك كيف تفتحها بشبكة، اذا كان جهازك ميد برضو رح احكي لك كيف تفتحها بدون شبكة. يعني هذا الجهاز اللي معي ميد انا راح اشتغله بدون شبكة، لكن راح تتبع نفس الخطوات لغاية ما اعطيك الاختيار اللي بدك تختاره عشان تشغل الشبكة. خلينا ما نطول، نبدأ مباشرة. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. اول خطوة لازم اعملها، لازم اعمل للجهاز جيلي بريك. راح اترك لك رابط البرنامج المستخدم بالوصف، البرنامج مجاني. تفتح البرنامج عشان نعمل الجهاز جيلي بريك. فتح البرنامج واخذ الاصدار، الجهاز بوضع التشغيل. بعمل، خلينا نجيبها هيك شوي، نعمل التالي. خلينا هون نخليكم كاميرا بشكل اكبر عشان عملية الدخول. هيك الجهاز دخل في وضع الريكفري. الان بدي ادخله بوضع الديفيمو. هاي العملية لازم تنتبه عليها منيح ولازم تكون سريعة. عشان تدخله على الديفي مود لازم تضغط خفض الصوت والباور والهوم. فاحنا راح نضغط ستارت ونكون ضاغطين الثلاث أزرار هدول عشان تتم العملية وتنجح معنا لوضع الديفي مود. فأنا بالبداية راح أضغط خفض الصوت، ومجرد ما ضغطت ستارت راح أضغط الأزرار المتبقية. وبستطفي الشاشة، بعد 3 ثواني راح اترك الازرار اللي هي خفض الصوت والباور بالشكل التالي. بسم الله، ستارت. ضغطت الثلاث ازرار، طفت الشاشة. 1 2 3. برفع ايدي عن الباور وخفض الصوت وضل ضاغط على الهوم. دخل الجهاز، تمت العملية، اخذ العملية بشكل كامل. الان بيعمل عملية الجيلي بريك. ولا بعد ما اخذ معنا جيلي بريك، نعمل دن وكويت، نتأكد انه اخذ جيلي بريك بشكل كامل. انا وانا بعمل في عملية الجيلي بريك دخل عندي زبون فوصلت ورديت نسيت وين وصلت. اوكي، اخذ جيلي بريك بشكل كامل. الان الخطوة التالية وهي اني بدي افتح اداة EFT. بعد ما عملت الجيلي بريك واخذ بشكل كامل، لازم اعمل هاي الخطوة في الايفون 6. بالاداة زي ما انتم شايفين هون عندك الاجهزة اللي بتدعمها الاداة بالنسبة للايفون، من ايفون 6S لغاية X، يعني ايفون 6S 7 7 بلس 8 8 بلس وإكس. دول الأجهزة كلها بتدعم جي سي ام والميد. طبعا هذا الخطوة اللي بنعملها عشان من أول شيء بنفوت على الأبل، بعدين بنتوجه لخيار الجيلي بريك. هاي هون أركز فيها منيح. هون عندك خيار الهلو، نضغط عليه. لو قرأنا مكتوب هون GSM with signal، هون لأجهزة GSM مع شبكة، هون للGSM بدون شبكة، هون للميد بدون شبكة. هاي لتخطي بطاقة السيم، لما تكون بطاقة السيم اللي عندك ما بتشتغل على الجهاز. يعني في شبكات لأجهزة معينة ما بتشتغل الشبكة، فهاي العملية عشان تعملها. هلا إذا عملت هذا الخيار GSM مع شبكة
وانت عامل جيل بريك وجهازك جي اس ام راح يشتغل جهازك وتشتغل الشبكة. هاي المعلومة اللي بدك تعرفها. هلا انا راح اعمله ميد نو سيجنال لانه ما في غير خيار واحد للميد وبدون شبكة. راح اختار هذا الخيار لانه جهازي ميد. الجهاز الان في وضع التشغيل وماخذ جيل بريك بعمل له ستارت. صفى الجهاز زي ما انتم شايفين. صفت الشاشة يعني. ننتظر لغاية ما يخلص العملية. رجع اشتغل التليفون. يا ريت لا تنسى اللايك، تدعمنا باللايك، تساعدنا لنكمل وننشر فيديوهات أكثر. ما زال بوضع التشغيل. خمسة وأربعين بالمية، ستين، سبعين، يعني بيحمل ملفات وبينزل وبيعمل لحاله. طفى الجهاز طبعا، الشاشة يعني طفت. بتعد زي ما انتم شايفين، خلص العملية من الكمبيوتر، ولكن الجهاز زي ما انتم شايفين هنا بيعد. ننتظر نشوف اكتملت العملية. اعطاني اي اف تي بروجرام 2022، وزي ما انتم شايفين الجهاز اعطاني نو سيم انسيرتد. ما يعني هي اشتغل 100%. جرب سيريال ولا بلاش اجرب الشبكة لانه هو مش جي اس ام. هذا كان الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نراكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.